الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الخطيب البغدادي رضي الله عنه ورحمه في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، قال باب أدب الدخول على المحدث. قال لا يجوز الدخول على المحدث من غير استئذان، فمن فعل ذلك أمر بالخروج وأن يستأذن تأديبا له في المستقبل. قال فعن كلدة ابن حنبل رضي الله عنه أن صفان بن أمية رضي الله عنه بعثه في الفتح بلبأ وجداية وتغابيس، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي. قال فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم، أأدخل بعدما أسلم؟ لا، ده هو بيقول إن هذا كان التوقيت بعدما أسلم صفوان أعتقد. قال له ارجع فقل السلام عليكم، ادخل بعدما اسلم صفوان. مكتوب شد بالكسر وسلم ضم على الهمزه وشد بالكسره على اللام، ادخل بعدما اسلم. وهنا في روايه ايه؟ وهنا شغنا فيه هو في الروايه ارجع فقل السلام عليكم. قال هذا ادخل، قال بعدما اسلم صفوان، يعني كان هذا بعدما اسلم صفوان. ثم فقال وأخبرني بهذا الخبر. قال وإذا حضر جماعة من الطلبة باب المحدث وأذن لهم في الدخول فينبغي أن يقدموا أسنهم ويدخلوه أمامهم، فإن ذلك هو السنة. وبين إذن الأمر فيها السنة، ولا لا يجوز الدخول على المحدث من غير استئذان. لما؟ لأمور. الأمر الأول فيها عدم تعظيم لهيبة ومكانة وكيل النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني لأنك ممكن إذا دخلت هاجما قد تطلع على ما يكره هو فيكره منك ذلك، وعمر الخطاب منع ذلك وقال لعل الإنسان يجلس بدون ثياب يجلس، يعني المهم أنه في هذا الباب ممكن تطلع على سوء هو يبغض ذلك أن يكون. والأمر الثالث في هذا الباب هو أنه ممكن يستجلب غضبه فيجد منه ما لا إيش ما لا يرضيه. الأمر الرابع يضن عليه بالعلم، يقول طب انت كده مفيش، ما انتش هتاخد اي حاجة. نعم، النفوس انت اصلا لما لا تلين النفوس ممكن لا تأخذ ما تريد، ما دمت لا تلين النفوس لا تأخذ ما تريد. وهذه مسألة عظيمة، هذه مسألة عظيمة، يعني ليست بالهينة. فالحمد لله، نسأل الله ان يؤدبنا اجعلنا من اهل الادب والاستئذان. نعم. هنا شوف صفوان بن أمية قال ما قدم الفتح قال الاستئذان بعثه في الفتح بلبئ أو بلبن على الفصاحة في هذا الباب. قال فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي ارجع. بيعلم صفوان، بيعلمه الأدب في ذلك، ارجع مع أنه دخل أو دخل وانتهى. لكن شوف هنا اسمه استدراك الأمر للتعليم، استدراك ما مضى للتعليم. فقال ارجع فقل السلام عليكم، أول شيء السلام. أدخل، يبقى الاستئذان لا يتأتى إلا بعد إيش؟ بعد السلام. من الأدب أن تسلم والسلام، لأنه حكم كثيرة جدا. لما أول شيء السلام يطمئن القلوب، يعني يعلم أنه هم يقولون العرب يعني حتى في خصال العرب يقولون إن قدم لك طعامه فقد سلمك من شره، وإن ألقى عليك السلام فقد أمنك على نفسك منه طالما ألقى عليك السلام. فلذلك الدخول لا يكون إلا بعد التأمين، فيكون من الأدب أن يسلم. فلذلك قال قل السلام عليكم أدخل، يبقى الاستئذان لا يكون إلا بعد لأنك أمنته، وأيضا بيانت له وجهة النية الطيبة في السلام، لأنه مع معنى السلام عليكم يا ماجد أسلمك من كل شر، يعني سلامك الله من كل شر وضر، وسلامك الله من أي شيء في داخلي نحوك طمأنه. فيقول أدخل، قال هذا بعدما أسلم صفوان. وهنا قال وإذا حضر جماعة من الطلبة باب المحدث وأذن لهم في الدخول فينبغي أن يتأدبوا في الدخول. شوفوا هنا بقى، يعني بعدما أذن وجب عليك لا تدخل إلا بهيئة الأدب.
هيئة الأدب. قال ومن هيئة الأدب إيش؟ يقدموا ها استناهم مش أحمد عامل حبيبي أشراقت الأنوار رضي الله عنك تسعد ها؟ السلام عليكم استاذ طبق يعني دخل على التطبيق قال السلام عليكم ادخل ودخل الحمد لله. قال من 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 الاداب ان تقدم الاكبر سنا. والحقيقه يقدم عليه ماجد الاعلم 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 يقدم عليه الاعلم يقدم عليه كبر كبر في الكلام في الكلام والسواك كبر كبر في الكلام والسواك حويصة ومحيصة فقال كبر كبر خلي الأكبر يتكلم عشان ثورة وعاطفة الشباب بتجعل المسألة يعني فيها ثورات في الكلام. وفي السواق لما قال له جبريل إيش كبر كبر فالأعلم يقدم وهذا الذي قدمه الله جل وعلا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم الأقرأ والأعلم بالسنة ثم الأكبر سنا. فالأعلم يقدم ثم الأسن ويجعلون الأمر بالترتيب ولأنهم لو قدموا الأعلم جعل الله لهم هيبة لأن للعلم إيه هيبة للعلم هيبة جعل الله لهم هيبة ولأن للعلم هيبة ثم ذلك يدخل الأسن ثم يجلسون بين هذا المحدث على 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 أكمل هيئات طلب العلم وأكمل هيئات طلب العلم هي إيه جلس جبريل عليه السلام فيجلس هذا أول ما يجلس بعد ذلك يحول كيفما شاء لكن أكمل الهيئات أن يجلس كجلوس جبريل عليه السلام ثم بعد ذلك يتهيأ لذلك. نعم شيخ الزول بقيت الزول هنا أتحفنا الزول بكلام للذهبي في سير أعلام النبلاء قال طلاب الإمام عبد الرزاق الصنعاني طرقوا عليه الباب بشدة فخرج إليهم مغضبا وقال والله لا أحدثكم شاء شوفه أتحرموا على طول في هذا الباب رأيتم احنا قلنا من الحكم صح ولا لا يغضبوا قال والله لا أحدثكم شهرا فتوسلوا بجيرانه فرفض ثم أتوا له بأصحابه فرفض فأتوا إلى زوجته فأهدوها هدية وطالبوا منها الشفاعة وفي اليوم التالي دعاهم الحديث فزهلوا للقبول قبول وانشرح صدر هو الشغل إياك وآهات النسوان ما في شفاعة المرأة لها ما لها من أقل ما في تملك كل شيء على بس هي بقى هي تأثير يصل إلى العظام شوف بقى شو حتى في الوقت هذا تأثير يصل إلى نخاع العظام نقي العظام حقا هذا تأثير يأخذ باللباب يأتي إلى سهم بسويداء القلب يجعل العين العين نفس العين تعيش في مكان ليست فيه والروح والروح تسمو بطريقة لذلك حرفة صنعة المشاعر صنعة كبيرة جدا ولا يتقنها إلا قلة من النساء ثلاث أرباع النساء لا يتقن كيفية ضبط المشاعر والإتقان في التأثير بها لكن لا تأتي لثعلب تلعب عليه صعب عليك كلما كلما ما كانت المرأة صادقة في شعورها بيكون بتكون غلاية عارفين عارفين كوبانية الكهرباء غلاية كلما تكون صادقة في الشعور فتبث شعورها بشوف يسري يسري إلى إلى نخاع العظم ثم يذهب إلى 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 سويداء القلب وشغاف القلب فيتملكه فيعيش المرء في في هنا لا تتعجب يقولون قال في اليوم التالي تعالوا وكمان بيضحك لهم من شراح صدر وما كيف فعلتم وكيف فاعلين ده ايه اللي حصل ايه ما الذي حدث امس جعل المساله يعني قد اختلفت اختلافا يعني تماما في هذا الباب وهذه كما قلت حقيقه الامر صنعه المشاعر صنعه لا يعرفها الا اصحاب الروح الراقيه والقلب النقي والسمو انما اصلا المراه ما هو انت عامل فيها مش عارف انت يعني هو ده ايه بالظبط يعني عامل فيه ذهب عمل كده ولا طالع ولا نازل اسود كله انت عامل فيه بهيه ولا في في ايه في ايوه شوف ابو اياد بيقول لي بس دول اصحاب العقول يا سيد يعني معنى كده حقيقه
المرأة التي تهتم بالمسكرة طيب وتهتم بالألوان، ها هذه المرأة التي تهتم بذلك ولا تستطيع أن تشع نورا من الداخل لن تؤثر، لن يزيد عن طرف العين، حلاوة مرة ومش خلصت. لكنها لازم أصلا تترجم من الداخل، تبص من الداخل، تزلزل وتملك حقا. شوفوا الإخوة كلها ماتوا. فطبعا وفي اليوم التالي دعاهم للحديث فذهلوا لقبولي وبانشراح صدري، فنظر إليه متبسما قال: ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا. هو ده أعطاكم الزبدة في هذا اللباب، مع أن أهل اليمن لهم قوة حقيقة فيها، لكن شوف انظر ماذا قال. أتى بأصل الأمر. نعم. واحد يقول لحضرتك فقيه في لغة العيون، ليس العيون فقط، لو كانت شوف نادر بيقول لي خبير عمومي. يا انت فكرت شوف نادر ايش يقول. الحقيقة نادر الذي لا يخبر النساء رجل ما عاش السعادة. الذي لا يخبر النساء ما عاش السعادة. السعادة كل السعادة مع النساء، لكن إن كنت خبير. مش خبير هيجننوا أمك في تاني يوم هتروح ما مصحة أو تروح عنبر 25 تزيد فيه. لكن لو كنت حقا يعني تخبر كيف طرفت العين عندها، فأنت الفائز السعيد. كما قلت، إذا امتلكت الأذن فقط بداية الطريق ستعيش ملكا، وإن امتلكت القلب فأنت والله في جنة. المرأة حنونة جدا، والمرأة رائعة جدا عندما تدلل زوجها، تأخذه تجعله طفلا صغيرا تهدهده. شو بقى الطفل الصغير لما بيهدهد كيف يكون شعوره؟ نفس الأمر. ما تقوليش لو عنده 140 سنة أصالة تهدهده. يا جماعة الخير، عليك أن تتقن ما كانت تفعل عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا حرام بيقول لك، حرام بيقول لك لو هدهدته هينام. ما خلاص مش واخد على ده. الحقيقة انظر إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها كيف كانت تتعامل مع النبي، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابقها، كيف كان يأتي لها بالجواري يلعبنا معها. ده النبي، ده سيد الأنام، ده سيد خلق أجمعين، ده سيد الملائكة والجن صلى الله عليه، بابي هو أمي صلى الله عليه. كيف كان يسترضيها وينظر في رضاها، كيف أنه بعدما يقيم الليل ويتلذذ بلقاء ربه يسامرها. تقول: فإن كنت يقظة سامرني، وإلا الضجع. كان بينتهز الفرصة ليش؟ ليسامر، بيحب الكلام معاها. عشان كده قلت لك: كن خبيرا مع المرأة ستعيش ملكا، وكن مالكا لقلبها، أنت في جنة. بس ما تجننهاش، أنت في جنة. يا جماعة الخير، لو لم يكن في المرأة هذا السكن لما خلقها الله لآدم. الله جعلها ليتحف آدم بها عشان تعرف بقى مكان المرأة. فالرجل الذي لا يعيش من غير امرأة ده رجل معقد نفسيا. ورجل ما سامحني والله ورجل الذي معه امرأة فلا يمرح فلا رجل عبيط. المرأة مش عبيطة خالص. لازم تجلي مزاجها. ازاي؟ حاضر نادر. يا نادر ميت نادر حقا. بهذا انت كما قلت لك اصلا
أول دافع لك لأهدافك السامية هي المرأة. أنا لا أحك رأسي إلا بيه، إلا بيها يا نادر. طيب أولا السؤال المطروح، مالك من أخرجه؟ ها من صدر الأمة؟ من أمه؟ الثوري من أخرجه؟ الشافعي من أخرجه؟ أنتوا خايفين ليه أمه؟ مش خايفين ليه في؟ طب ما المطلب ابن وداع من علمه؟ أمه إيه بقى؟ زوجته أخويا بقى قالت له ما أنا جبتها دي عشان أسمع أمه دي، عشان أعرف إن كلهم كده ما بيفهموش أي حاجة. لا دي أول ما جاءها لما فتح الباب ودخلت وقعت في الأرض من الحياء، ودامت من الذي تقدم لها؟ ابن الأمير، أمير المؤمنين، ابن أمير المؤمنين. والبنت في منتهى الجمال، جمال ورقة ونوسة وعلم طبعا، وعلم ايه؟ بحر علم سعيد المسيب. وشدة الحياء لما وقفت أمامه وقعت، وده مين؟ ده طالب علم مخفي مش ظاهر كمان، ده طالب علم كان متزوج، ماتت زوجته تأيم، ماتت زوجته وهو مش معروف بين الطلبة، يعني ليس مشهورا بين الطلبة، وهي ترضى بيه لأن ده اختيار سعيد المسيب. دق عليه الباب، قال من؟ قال سعيد. قال حسبت كل جاءني في ذهني كل سعيد إلا سعيد بن المسيب. فقال سمعت أنك تأيمت. قال نعم لله ما أخذ نصيب العزاء التاخد خلاص. ثم قال لا تبيتن ليلى وليست معك امرأة. فكأنه تعجب وقال وأين ذلك؟ خدها من وراه وأعطاها له. فينك ابن المسيب؟ الله يأتي بك، الله يأتي بك. هذه من خلفه فأتى بشمس تشرق وأدخلها، قال هذه زوجتك. واحد بقى يطلع يقول لي كان في شهود ولا ما فيش شهود؟ أعطى مهر وما أعطاش مهر؟ يا ابني القصة كده، المخرج عايز كده، الذي أخرج السيرة في ذلك عايز كده. لازم تفهم أنه في شيء في اللغة العربية اسمه إيه؟ ها ما سؤال القص في هذا ليه؟ ليه 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 القص ليه؟ لأنه معروف في الشاهد، معروف أنه ما فيش جواب. ابن المسيب أعلم الأمة وأعلم التابعين، هيزوجها بغير ولي وشهود، وأعطاد وكمان بقى قال له مهرها درهمين، أعطاه درهمين. يا ابن المسيب اللهم أتنا بآلاف ابن المسيب، بدرهمين. وقال الدرهمان وأعطى في يده الدرهمين. هل هو بيبيع بنته؟ ها سفه من مكانها، ده بيرفعها. أول ما دخلت الراجل طيب، أم أغلق هو الباب. أول ما أغلق الباب ووقفت أمامه انهارت، ما استطعت أن تقع. حياء المرأة سقطت. فقالت أمه لا أم لك، لا تأتي بجانبها حتى أهيئها. فلما هيأتها وجربت الرجل، أنا بقول لك المرأة حنفية، افتح بس واحد وقعد ساكت، سترى ما لا تتصوره. يعني أنت متقن مثلا في شيء فابتدأته، هي ستتقن ألف مرة عليك، وتقول لك اجلس بقى وعلمك ما 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 ما, ما تجهله. واقسم بالله على ذلك، دي فطره جبله اصلا. فلما جربت الرجل ما في، لا تستطيع فراقه. طالع اين تذهب؟ قال لمجلس سعيد. قالت اجلس وعلمك علم سعيد. يبقى مش امه، يبقى الخرج بتاعها هي ايش؟ زوجته. اجلس. ايضا الصنعاني، كتاب الكساني، كتاب بدائع الصنائع. الأب والبنت، الفتوى كانت بتخرج بالأب وبالبنت، فشرح البدائع دخل تتزوج البنت، فالفتوى كانت تخرج بثلاث ختمات أختام، الأب والبنت والزوج. فأنت كما قلت لك تمرس كيف تتقن أن تداعب القلب وتحاكي الأذن، بعد ذلك حدثني على المملكة التي تعيش فيها. وما أراكم إلا تعيشون في غابات أو في كهوف، الوجوه كلها يا إبراهيم داش فيك. بيقول لك الحمد لله ذهبت عني الكهوف. يعني أنت دلوقتي في القصور؟ لما كنت بعدد أحد الشيخ قال لي خد بالك لا تهدم لكي لا تأتي تبني قصرا تهدم مصر. نعم. قلت له طالما تهدم مش مصر، ده عشة أفاعي. شو ما قلتش مش مصر، ده عشة أفاعي. هو صح، يعني المرأة إذا زمجرت انتهى الموضوع، اللي هو ما عرفش اللي هي أو هي ما كانتش مطاوعة، لأن كل امرأة لها مفتاح.
فكن متقنا في ايش؟ في الاسنان مش في المفتاح. قل متقنا في الاسنان مش في المفتاح. يا جماعه كلكم هو كله دلوقتي بقى حدادين. اصبر. ها سيدنا ابراهيم رد عليه قال غير عتره بيتك. والله سبحانه وتعالى قال ربنا هب لنا من ازواجنا في الدعاء من ازواجنا وذريتنا قرة عين وجعلنا المتقين. نعم قرة عين. شوف قرة عين هنا تاتي منين بقى؟ قبل الامام. كما قلت لا قبل الامام قرة عين عشان تعيش ملك. عشان تعيش ملك يا اخي اسمعوني اسمعوني عشان تعرفوا برضو المملكه. طيب النبي ابراهيم دعا ربه كم سنه كم سنه للولد؟ كم عاش زمنا وظهرا بعيدا يتمنى الولد صح ولا لا؟ جاء عن طريق مين؟ هاجر. جاء عن طريق ساره. ابى الله ان يعطيه الولد من ساره اولا الا عن طريق ساره. يبين لك أنك إن عشت ملكت القلب سترى. سارة أصلا عندما ابتليت وجاء هذا النمرود يمد يده فكانت تدعو فما الذي يحدث له؟ ها؟ تشل. قال أتيتموني بشيطان. أول مرة قال ولا أعاود فدعت له فانفرج عنه فعاود الكذاب ابن الكذاب عاود فدعت عليه مرة ثانية فشلت يمينه. الثالثة قال لها والله لا ما فيش. وقال للحرس أتيتموني بشيطان. لكن لما عرف كرامتها وديانتها أهداها هاجر. ماذا فعلت هاجر بها؟ أي امرأة بتخبش تعرفون زينب بنت جحش كانت ماذا تفعل مع النبي؟ كانت عندها جارية رومية كالشمس المشرقة جمال فوق الجمال. كان الليلة اللي سمعت فيها زينب تسرحها تبعدها لا يراها النبي. فاهمين اللي بيحصل؟ بتسرحها والله بتسرحها. هجرها النبي لانها اخطات لما قال لها افقري اختك صفيه ظهرا. قالت لمن؟ ليهودياتك هذه. شوف دي زوجه نبي. ليهودياتك هذه. فغضب النبي فهجرها ثلاثه اشهر. تقول كاد كبدي يتفتت كادت تموت. تقول وفي و و و و و وفي لحظه من النهار انظر الى الجدار فأجد خيال النبي وأعرف خيال النبي. طارت. النبي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليها وآتى الرجل من أهله فكافأته بالرومية خرجتها وأعطته إياه. شوف بقى المرأة لو حبتك يعني ممكن وممكن تقتلك يعني صراحة يعني. لكن عندما ترى أنك تستحق تعطي. فسارة هي اللي أهدت هاجر لمين؟ لابراهيم. فكان منها الولد. فلما فعلت ذلك بالجميل وأراد الله تهيئة للأسباب أن لا يكون الولد إلا عن طريقها فكافأها هي كمان أيضا بإيش؟ بالولد. هذا هو شكر. أنت أشكر الله بس يرى منك الشكر سترى عجبا مما يأتيك. أولا امرأة لطمت استقت وجاء عجوز عقيم. وفي الآيات قال لها لما قالت فبشروا غلام الحين قال أتعجبين أمر الله رحمة الله وبركاته. سورة الذاريات قال كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. لا فضحكت فبشرناها بإسحاق. هذه في الذاريات عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. فهو الحكيم العليم. لما بقى انظر هنا الحكيم العليم يعلم من نقاء سريرتها ومن ديانتها ومما فعلت مع إبراهيم. وهي تعلم أنه يحتاج الولد وهي تعلم أنه لو أتى بالولد سيأتي من غيرها وإنها في استحالة أن تأتي بالولد. ومع ذلك غالبت نفسها فأهدته إياه فحملت وجاء بالولد. اشتدت الغيرة بشر. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرحل بها إلى البلاد. ثم بعد ذلك إيش بقى؟ جاء بقى الله شكور شكر لها فبشرها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ذرية كاملة من الأنبياء. فأقول إن استطعت أن تملك المفتاح فكن متقنا في الأسنان. لأنه ممكن تملك المفتاح وتخش غلط فاهم؟ تكسر المفتاح وتكسر الطبلة ويعني وتكون مشكلتك مشاكل كبيرة جدا جات ما يعني يا تقتلك يا تقتلها.
ها ما هو طريق الاتقان؟ ده احنا عايزين مجلد بقى تاني نعمل محاضره كامله في طريق الاتقان. حقيقه هذا ذوق، هذا ذوق التعامل مع النساء، ذوق ذوق وله رونق معين، لا يتاتى الا رجل رق طبعه وحسن لفظه وسمى شعوره. منين ده؟ منين ده؟ خلاص روح اشتروه بقى من اي مكان. فمن رزق الله هذه الصفات فإن نساء الدنيا بأسرها تتمنى حقا. يدور بعد. ولكن الله جل وعلا يعطي من يشاء وله حكم. ولكن الذي أعرفه أختم به أن من السنن الكونية إذا اصطفى الله عبدا جعل له كثير من النساء. وهذا الذي تراه في قوله تعالى وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ما من نبي، مش ممكن النبي يقف عند امرأة واحدة. وما اختاره الله هو الايه؟ الأكمل والأصلح والأعظم. أسأل ربي جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات واجعله إخلاصا لوجه الله الكريم. ونجعل الله، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتعامل أو يتعبد لله جل وعلا بنشر علم ونقش ورفع السنة وقمع البدع. اللهم اجعل عملك الله صالحا وجعل الوالدة خالصة وتدع أحسن فيها شيء. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين الحكم بكتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا واجعل عملهم في رضاك ومبتغاك وأنت أرحم الراحمين. اجعل لهم بطانات الخير تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم نسألك أمان لا يرتد ولا عمل لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسى المأسورين واسدد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا ومرضى المسلمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في غزة وانصر إخواننا في إدلب وفي العراق وفي إيران وفي الأحواز وفي العراق وفي لبنان وفي اليمن وفي السودان. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وأنت أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. لا إن نسيت فلا أنسى أن أشكر. أنا كنت في بلاء والحمد لله جعل أفاضل من داخل هذا البلاء يقفون معنا ويحسنون إلينا. ونسأل الله جل وعلا أن يشكر لهم ويشكر لكم. ونسأل الله أن يديم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم وبركاته. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم. بقدر الهمم.